السلام عليكم ورحمة الله، عواشركم مبروكة بصحيحة والسلامة. وباش ما تمنيتو ان شاء الله اليوم ان شاء الله بغيت نقدم لكم واحد العصير البرتقال. هذا العصير اللي كيعطينا كمية وفيرة، هو اقتصادي ولذيذ في نفس الوقت، وغادي ينفعنا ان شاء الله لشهر رمضان الكريم. عصير يمكن نستعملوه كأساس لعدة عصائر مشكلة ومتنوعة باستعمال فواكه متنوعة. وقبل ما تشوفوا الفيديو ما تنسونيش من لايك وتابونا معايا فلاشين بالضغط على زر الاشتراك سبسكرايب او صابوني اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما تنساوش تبارطاجوا الفيديو مع الاهل والاحباب باش يستفد معنا الجميع ان شاء الله. ودابا نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. باش نحضروا هذا العصير غادي نحتاج جوج مكونات فقط. هنا عندي البرتقال الخاص بالعصير، هذا اللي كما كتشوفوا هذا الصغير، وعندي سكر سنيدة، جوج كيلو ديال البرتقال مع كيلو ديال السنيدة. بالنسبة للسنيدة يمكن لكم تزيدوا يمكن لكم تنقصوا على حسب الذوق. اول حاجة خديت هذا البرتقال غزلته مزيان، حكيت له القشرة ديالو مزيان بالشيطة لحقاش غنحتاجو حتى القشرة. قشرت هذا البرتقال وخليت واحد الكمية بالقشور ديالو. هنا عندي واحد 6 ديال الحبات بالقشور والباقي قشرته كما كتشوفون، نضفته مزيان على هذا الشكل هذا، وهذا خليته بالقشور. دابا غادي ندوز نقطع هذا البرتقال ديالي هكذا، غنحيد منه هذا العظم او البذور، ضروري نحيدهم باش ما يعطيوناش داك المروره في العصير. هكذا نقيه صافي. الا خلينا فيه داك العظم راه كيعطينا المروره في العصير. غادي نقطع البرتقال ديالي كامل على هذا الشكل هذا ونرجع عندكم. بنفس الطريقه غادي نقطع حتى هاد البرتقال اللي بالقشور، حتى هو كنقطعو بنفس الطريقة وكنقيه من داك العظم. ما نحتاجوش نقطعوه رقيق من حيت راه غادي يتطحن في الاخر. دابا كيما شفتوا انا قطعت البرتقال ديالي كامل على هذا الشكل هذا وحيدت منه داك العظم. قلنا نتاكدوا تماما ملي داك العظم ما بقاش، حيت الا خليناه راه غادي يمرر لنا العصير ديالنا. دابا غناخذ هذا البرتقال اللي عندي كامل هكذا، غادي نضيف عليه يطرو ديال الماء، غنسد عليه في الكوكوط واحد القسمين حتى لربع ساعة على ما يطيب ونرجع عندكم. البرتقال ديالنا ها هو طاب كما كتشوفوا، صافي راني طفيت عليه النار. بعد ما طاب البرتقال ديالنا دابا غادي نطحنوه بالخلاط الكهربائي. بعد ما طحنت البرتقال اللي طيبت عطاني هاد العصير هذا كما كتشوفوا اللي هو خاطر بزاف. دابا غادي نضيف عليه 5 لترو د الماء، 5 لترو د الماء زائد لترو اللي طيبنا فيه، اذا 6 لترو ديال الماء في المجموع. مع كيلو ديال السنيده، انا هنا راني قسمته على جوج، عملت اناء واحد اخر اللي وضعت فيه هاد العصير
انتوما يمكنكم تشدوا شي اناء اللي هو كبير ولا شي سطل وتوضعوا فيه هاد العصير. صافي غادي نخلط هاد السنيده مزيان ونخليه يبات ليله كامله، او الا ما عندناش الوقت 4 حتى 5 ديال السوايع، ولكن ما نغفلوش عليه. ساعه ساعه ندوزو نحركوه على هذا الشكل هذا باش تذوب لنا داك السنيده وينسجم لنا الخليط مع داك الماء اللي زدنا. عملت العصير ديالي في هذا السطيل كما كتشوفوا وحطيت عليه، خليته ليله كامله، ودابا غادي ندوز نصفيه. السكر راه هو دار كليا. خديت صفاي بحال هذا، غادي نصفي العصير ديالي تنساليه كامل ونرجع عندكم. خرجت لنا من بعد ما صفيناه تقريبا راه 8 لتر ديال العصير اللي خرج لنا. كيجي لذيذ بزاف، يمكننا نستعملوه هكذا نشربوه زوين، كيجي ما فيش المروره. ويمكننا كذلك نستعملوه كاساس لعصائر متنوعه ومشكله اللي غينفعونا في العرادات والمناسبات، وكذلك بالنسبه لرمضان ان شاء الله يمكننا نحتفظوا عليهم بالمجمد كما شفتوا رانا عملتهم في دي ساشي هكذا، ونحتفظوا بهم في المجمد. والوقت اللي بغيناهم غادي نجبدوا العصير ونطحنوا معاه الفاكهه اللي بغينا على حسب الفواكه اللي متواجده عندنا. يمكننا نعملوا الفخاز، البنان اللي متواجد عندكم في البيت، وغتشكلوا به عصائر متنوعه. نتمنى ان شاء الله الفكره ديال اليوم تكون عجبتكم، والا عجبكم الفيديو ما تنساونيش ملي لايك ودعموني باقتراحاتكم وتعليقاتكم. وبالنسبه للناس اللي كيشوفوا الفيديو ديالي لاول مره كنقول لهم مرحبا بكم معايا في لاشين، اشتركوا معايا بالضغط على زر الاشتراك، سابوني او سبسكرايب اسفل الفيديو، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. وما بقى لي الا نقول لكم عواشركم بروكا بصحيحه وبالسلامه، وباش ما تمنيتو ان شاء الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.